السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الدرس اللي فات وصلنا للشكل اللي قدامنا ده، المفروض ان دي كل الاقسام اللي موجودة في المكتبة، فلما ادخل على اي قسم اقدر اشوف كل الكتب اللي موجودة جوه القسم ده، واقدر ارجع للاقسام مرة اخرى واتصفح قسم اخر واشوف الكتب اللي موجودة جوه القسم ده وارجع اشوف قسم اخر وهكذا. دلوقتي احنا عرضنا بيانات فقط، لكن احنا برضو في المشروع بتاعنا دايما محتاجين ان احنا نضيف اقسام جديدة ونضيف كتب جديدة. فالدرس ده ان شاء الله هنتعلم فيه ازاي ان احنا نبدأ ان احنا نضيف كتب جديدة او نضيف اقسام جديدة. نبدأ الاول بالحاجة السهلة، وهي ان انا اضيف قسم جديد، لان عملية اضافة كتاب جديد الكتاب لازم يتضاف في قسم محدد، فديت هنأجلها شوية. لكن لما اضيف قسم جديد، القسم الجديد سهل خالص. انا هاجي هنا هحط له زرار اسمه Add New Department. اول لما المستخدم يدوس عليه هيفتح له نافذة فيها فورم بيملاها. اول لما يملى الفورم ويقول له سيف، يحفظ القسم الجديد ويظهر له في الشاشة الرئيسية. هنا هبدأ افتح الكود بتاعي وهروح على الفايل اللي بيعرض لي كل الاقسام اللي اسمه List All Departments. هاجي هنا، ده الكونتينر ده بعد ما يخلص خالص هو قايل له اعمل لي كونتينر تاني. ده الكونتينر اللي كان بيعرض كل الاقسام، بفتح كونتينر تاني بعده والنوع بتاعه برضو كونتينر، واقول له الكونتينر ده مش هيبقى فيه حاجه غير لينك بس. المستخدم لما يدوس على اللينك ده يقوم يسمح له ان هو يضيف قسم جديد. فالعنوان اليو ار ال اللي هيروح عليه لما يدوس على اللينك لسه مش هحطه دلوقتي لان احنا لسه ما عملناهوش، لكن هقول له مثلا الكلاس بتاعتك عشان اعمل له شويه بوت ستراب يبقى شكله حلو. فممكن حتى اخلي اللينك ده يظهر كانه زرار اصلا، فاقول له هنا اعمله لي بوتون، واقول له انا بحب استخدم البوتون دينجر ده بيبقى شكله ظريف شويه، واقول له هنا بقى النص اللي هيظهر اد نيو ديبارتمنت. لما نحفظ على كده ونروح نشوف شكل الموقع بتاعي، فلما اعمل ريفرش ظهر لي هنا زي ما انت شايف كده زرار جديد. اول لما ادوس عليه المفروض بقى ابدا اضيف قسم جديد. ابدا بقى زي ما اتعودنا في الدروس السابقه كلها اضيف يو ار ال جديد. المفروض ان البرنامج هيروح عليه لما المستخدم يدوس على اللينك ده، فهروح افتح الكود بتاعي. طبعا لازم اعمل دالة في الفيوز الاول، فاروح على الفيوز هنا واقول له اعمل لي اي دالة، فاقول له اعمل لي دالة مثلا اسمها اد نيو ديبارتمنت، والدالة دي بتستقبل ريكويست. وطبعا ممكن ما ارجعش اي حاجة دلوقتي من الدالة، او اقول له ريتيرن مثلا اتش تي تي بي ريسبونس، رد كده مثلا يقول لي هاي ولا اي حاجة دلوقتي على ما نبقى نظبط الدالة براحتنا. هنا في ايرور كده، فواضح انها مش معمول لها امبورت، فنيجي هنا اقول له from django.http import http response، وهاتها زي ما هي كده عشان ما يبقاش فيها غلط، واحطها هنا. فكده المفروض ان احنا عملنا الداله خلاص. هنحفظ على كده ونقفل الفيوز. هروح للملف بتاع اليو ار الز واعمل امبورت للداله اللي انا لسه معرفها حالا، فاقول له from book app.views import الداله اللي انا لسه عاملها اسمها add new department، وبعد كده اضيف له مسار جديد هيروح عليه اسمه مثلا new department. لما يروح له هيشغل الداله اللي انا لسه عامل لها امبورت دي، وطبعا ادي لها نيم علشان اعرف استخدمه في الجينجا فايلز، فاسميه مثلا اد نيو ديبارتمنت. هاخد بقى الاسم اللي انا عملته ده كده واحفظ الملف ده كده واقفله، واقوم رايح للفايل الاصلي بتاعي اللي فيه كل الاقسام، واقوم قايل له هتحطه هنا في الاتش ريف، فاقول له اعمل لي الكود ده قوس مجموعه وعلامه بيرسنت، وبعدين اقول له هتروح لي على اليو ار ال اللي اسمه كذا. ونحفظ على كده ونقفل ونجرب ان احنا نشغل. فلما نروح هنا نعمل ريفرش، لما ادوس على اللينك ده كده فعلا كتب لي هاي، يبقى كده اللينك بتاعي شغال.
دلوقتي انا هروح اعمل فورما زي اللي في الموديل بالظبط. يعني انا هنا عندي المودلز اللي انا عرفتهم الديبارتمنت والبوك. فالديبارتمنت ده فيه بيانات، فيه الكود والاسم والديسكريبشن والديبارتمنت ديت. فاللي انا عايز اعمله بالظبط ان انا اعمل فورم يكون فيها الحقول دي. فعلشان اعمل ده هاجي جنب الفايل بتاع المودلز كده واقوم قايل له اعمل لي فايل جديد هسميه forms.py. انا طبعا مش هقعد اصمم من الاول ولا اي حاجة، انا هقول له اعمل لي فورمة من الموديل ده بس، فهو يقوم يصمم لي الفورم وعامل كل حاجة. فاقول له اول حاجة from django import forms، بعد كده اعمل امبورت للموديل اللي انا عايز استخدمه، اللي انا عايز اصمم فورم زيه بالظبط. فاقوم رايح على الفورمز هنا، هقوم قايل له هنا from dot models import الديبارتمنت. هبدا اصمم فورم جديده، الفورم دي اسمها ديبارتمنت فورم. الفورم دي المفروض انها تتولد بناء على الموديل بتاع الديبارتمنت بالظبط، يعني المحتوى بتاع الديبارتمنت هيتعمل له جنريت في فورم ويتحط فيه الديبارتمنت فورم دي. فعلشان ده يحصل انا هقول له هتولد لي الفورم من الموديل فورم اللي اسمها ديبارتمنت. فالكلاس ديت بتورث من الكلاس اللي اسمها الموديل الفورمز دوت موديل فورم. علشان اخلي الفورم ديبارتمنت فورم تتولد من الموديل اللي اسمه ديبارتمنت بالظبط، مش محتاج غير حاجتين: احدد له الموديل اللي هي هتتصمم بناء على اساسه، واحدد له هياخد كل الفورمز ولا هيستبعد حاجه منهم. فهعمل هنا كلاس اسمها ميتا. الكلاس اللي اسمها ميتا ديت هحدد فيها حاجتين اتنين، هقول له الموديل بتاعي اللي انا هستخدمه هو الديبارتمنت اللي انا عملت له امبورت ده، والحاجة التانية الفيلدز اللي أنا هستخدمها من الموديل أحدد له إذا كنت عايز استبعد فيلدز معينة ولا لأ. فأنا مش هستبعد حاجة، فأقول له all كده، يبقى كده هيستخدم كل الفيلدز اللي موجودة. مش هعمل أي حاجة غير كده، كده الفورم اتصممت بناء على الموديل بالظبط. يبقى علشان تصمم الفورم اللي اسمها ديبارتمنت فورم بناء على الموديل اللي اسمه ديبارتمنت اللي أنت معرفه في الفايل اللي اسمه models، فانت كل اللي هتعمله ان انت هتعرف ميتا داتا فقط، هتقول له الموديل اللي انت هتستخدمه وهتستخدم كل الحقول ولا هتستبعد حاجه محدده. احنا حاليا هنستخدم كل الحقول. هنحفظ على كده ونقفل. كده ناقص حاجتين اتنين، انا كده صممت الفورم خلاص، فناقص تمبلت فايل او اتش تي ام ال فايل الفورم تتحط فيه، وناقص ان انا اعدل الكود في الفيوز اللي هياخد البيانات اللي هتتملى في الفورم وهيبدا ان هو يعالجها ويحفظها في الداتابيس بتاعتك. فعلشان ده نعمله هناخد الفايل اللي اسمه list all departments ده، ممكن ناخده كوبي كده واروح احطه هنا نسخه منه بيست. فالفايل ده مثلا ممكن اسميه اي اسم، اسميه مثلا new department .html، ممكن نحط اندرسكور عشان نعرف نقرا. انا هنا هشيل كل البيانات اللي هنا دي مش عايزها خالص، والجزء كمان اللي انا ضفته تحت ده مش عايزه هنا. انا كل اللي عايزه كونتينر فقط، الكونتينر ده احط فيه فورم. فعشان احط فورم هقول له اعمل لي فورم. الاكشن هسيبه دلوقتي، وهقول له الميثود بتاعتك طبعا بوست، علشان المفروض ان انا هستقبل فيها بيانات وهبعتها للسيرفر زي ما اتعلمنا في كل الدروس السابقه. زي ما اتعلمنا في كل الدروس السابقه اللي كانت في الاول خالص، عشان السكيورتي هعمل السي اس ار اف توكن هنا. وطبعا لو انت عايز تطبعه اعمل قوسين مجموعه كده، لكن لو مش عايز تطبعه اعمل قوس مجموعه علامه بيرسنت. يعني لو كتبت هنا سي اس ار اف توكن فهو كده هيتطبع قيمته، كده يتطبع القيمة بتاعته، لكن لو انت مش عايزها تتطبع تبقى هيدن فتتعملها بالشكل ده. بعد ما عملنا سي اس ار اف توكن هنحط الفورم فقط، فاحنا هنا المستخدمين القوسين دول يبقى الفورم هتتطبع. طيب بعد ما حطيت الفورم هعمل زرار سبميت، فاقول له انبوت والتايب بتاعك سبميت والفاليو بتاعتك هقول له اد نيو ديبارتمنت.
كده انا عملت الفورم، ناقص بس ان انا لما ادوس على السبميت هيروح هيعمل الاكشن اللي هنا، فالاكشن اللي هنا المفروض هيروح على اليو ار ال اللي انا كنت عامله، فانا نسيت كان اسمه ايه، فنروح هنا عند الفايل اللي اسمه يو ار الز، هلاقي العنوان ده هقوم قايل له روح عليه. هنحفظ الفايل ده كده ونقفل كده. زي ما انت شايف صممنا الفورم الاول وصممنا ملف جديد HTML عشان نحط فيه الفورم، ما عادش ناقص غير ان انا اظبط ملف الفيوز فقط علشان المفروض ان هو يعرض الفورم ويستقبل الداتا ويعالجها. طبعا اول حاجة اعمل امبورت للديبارتمنت فورم اللي موجودة في الفورمز ده، فهم قايل له هنا from.forms import الديبارتمنت فورم. بعد كده اجي هنا اقول له اعمل لي فورم من متغير اسمه فورم، هقول له اعمله لي من الديبارتمنت فورم اللي انا لسه عامل لها امبورت دي. طبعا لو انت سبت قوسين كده فهو هيصممه زيها بالظبط، بس انت في الغالب هتنشئ الفورم من البوست ريكويست اللي جاي لك، يعني المستخدم ضغط على الزرار فالداتا اتبعتت لك، فانت بتصمم الديبارتمنت فورم من الداتا اللي جايه لك دي. فالجانجو بيقدم لي فاسيلتي سهله جدا ان انا اصمم الفورم من الريكويست اللي جاي او اسيبها فاضيه، وكذلك لو معظم الفورمز اللي انت بتصممها برضو بتستقبل فيها ملفات، فلو جاي ملفات ماشي هات الملفات وصمم الفورم منها، لو ما جاتش ملفات خلاص مفيش مشكله. فانت هنا بتقول له بس ريكويست دوت بوست اور نان، فكده دي معناها انك انت لو استقبلت بوست ريكويست فانت صمم الفورم منه، لو ما كانش بوست ريكويست خلاص صمم الفورم سيب الفورم فاضيه. وكذلك برضو ريكويست دوت فايلز، فانت بتقول له لو المستخدم بعت ملفات فانت تصمم الفورم من الملفات اللي جايه اور نان. فاحنا دايما هنبقى نكتب السطر ده كده علشان ما نقعدش نكتب سطور كتير، ان احنا بقى نشوف لو كان بوست ريكويست ولو كان جيت ريكويست والكلام ده كله هو سطر واحد بس. لو كانت جاي لك بوست ريكويست اعمل الفورم منه، مش جاي بوست ريكويست سيبها فاضيه، ولو جاي لك ملفات املى الفورم منها، لو مش جاي لك سيبها فاضيه. طيب كده انا صممت الفورم خلاص، ناقص ان انا ابعتها الملف ال HTML اللي انا عامله، فانا هقول له هنا return render. احنا كنا عاملين ملف هنا اسمه new department، فناخد اسمه كده زي ما هو، زي ما انت شايف الملف ده بيعرض الفورم بس، فانا هروح هنا في الملف بتاع الفيوز هقول له هترد لي على الريكوست اللي جاي لك بانك انت تعمل render للملف اللي في البوك ابلكيشن سلاش اسمه كذا، وهتمرر له المتغير اللي اسمه form كديكشنري، فتاخد الفورم ده تمرره للمتغير اللي اسمه فورم اللي في الملف ده اللي هو ده. فكده انت مررت له الفورم، ففي البدايه خالص الفورم بتبقى فاضيه، يعني اول مره يفتح الصفحه الفورم هتبقى فاضيه مفيش بوست ريكويست، فيقوم ممرر فورم فاضيه للملف، فالملف هيتعرض اللي هو الفورم الفاضيه. طب انت مليتها وقلت له بوست، فالداتا اللي جايه جايه من بوست ريكويست، فالفورم هتتصمم منه. المفروض بقى نعمل ايه؟ هنشوف لو الفورم ديت فاليد هنقوم نحفظها، فهنقول له هنا f form.isValid. لو الفورم اللي جايه البيانات اللي فيها صحيحه ومفيش فيها اي مشكله احفظها، فاقول له form.save بس كده. طيب بعد ما حفظنا الفورم ايه اللي يحصل؟ ممكن بقى اعمل هنا return ان انا اروح لصفحه بتاعه كل الاقسام علشان اشوف القسم هو متضاف فيها، فاقوم قايل له هنا return واقول له ريدايركت، بس طبعا نعمل امبورت للريدايركت الاول، فاقول له هنا from django dot shortcuts import redirect، واخد الريدايركت ده اقول له هنا return redirect، سوري اقول له redirect. هتروح بقى لللينك اللي بيوديني لكل الايه الاقسام، فاللينك ده كنا هنا في اليو ار الز كان اسمه ديبارتمنت اول، ده كان اسمه ليست اول ديبارتمنتس، فانا هاخد ده كده كنترول وسي واقوم رايح هنا هقول له روح لللينك ده. فلما نحفظ كده ونقفل ونجرب نشغل، هروح هنا ارجع للاقسام الرئيسيه الشاشه بتاعتها، لما نفتح الشاشة ظهرت بالشكل ده، هروح أدوس على Add New Department، وخلي بالك من الجزء ده،
هلاقي مصمم لي فورم شكلها وحش قوي، فارجع للكود بتاعي واقول له حط لي اس بي. فقوم رايح هنا في النيو ديبارتمنت واقول له هتحط لي الفورم دوت اس بي زي ما احنا اتعلمنا في الدروس السابقه. وما تقلقش احنا لسه هنشتغل بالبوت ستراب دلوقتي وهنظبط شكل الفورم احسن من كده بكتير. فنرجع تاني، لما اروح هنا هدوس على اللينك ده جاب لي الفورم بالشكل ده. خلي بالك الحقل الرابع ما جاش لان احنا قايلين له ان هو اوتو، يعني هنا في المودلز بتاعتنا الحقل الرابع كنا بنقول له اوتو ناو اد، فكان بيحط التاريخ بتاع الوقت الحالي، فما كانش، فاحنا ما بندخلش فيه حاجه، فهو اوتوماتيك هو ما حطوش، لكن حط لك الكود والنيم والديسكريبشن بالظبط اهم من غير ما احنا ما نعمل اي حاجه. طيب احنا هنحط مثلا قسم جديد، افترض ان انا هقول له مثلا قسم كمبيوتر انجينيرنج، ده الكود بتاعه والنيم كمبيوتر انجينيرنج، وهقول له هنا الديسكريبشن ممكن تكتب له اي حاجه، تقول له مثلا يو ويل ليرن ميني ديتيلز اباوت كمبيوتر اركتكتشر اند كمبيوتر اورجانيزيشن. لما اقول له هنا اد نيو ديبارتمنت وداني على الصفحه الرئيسيه على طول، والقسم الجديد تم اضافته هنا، والتاريخ دلوقتي حالا 3:55 دقيقه. هي طبعا انا الساعه عندي بس التوقيت مختلف عن الجانجو، محتاجين نظبطه، يعني هو شغال على التوقيت الدولي مثلا واحنا شغالين هنا على توقيت مصر، فهو فرق ساعتين، لكن احنا ده طبعا تايم زون فقط هنظبطه يعني، فنشوفه في الدروس اللي جايه ان شاء الله. طبعا احنا هنا في الدرس بتاع النهارده اتعلمنا امور كتير جدا، اتعلمنا ان احنا نصمم فورم جديده من موديل موجود بالفعل من غير ما نعمل اي حاجه، قلت له صمم لي فورم من الموديل، بعد ما صمم لي فورم من الموديل خدتها حطيتها في ملف HTML، بعد كده قمت مظبط ملف للفيوز، قلت له اعرض لي الفورم اللي انا صممتها او املاها من البوست ريكوست اللي جاي، وبعد كده قلت له لو الفورم فاليد خدها واحفظ الداتا اللي فيها في الداتابيز. فزي ما احنا شفنا كده قدرنا ان احنا نصمم زرار، الزرار ده لما دوس عليه هتقدر انك انت تضيف اي اقسام جديده. وما تقلقش خالص من الديزاين، الديزاين ده لسه هنظبطه حالا ونشغل بوت ستراب عشان تبقى شكل الفورم افضل من كده. عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل هنكمل في الدرس اللي قادم.